كابتن زيزو وكابتن فتحي وقبليهم ومعاهم كابتن حسام وكابتن محمد يوسف. لا طبعا احنا اذا كنا بنعتمد على اجنبي بنجيبه بهدف التطوير او ترسيخ نظام جديد او حاجه زي كده، اذا لم يتحقق يبقى المدرب المصري طبعا بيسد. طيب لازالت طبعا لجنة التخطيط والمتابعة بتعكف على دراسة السير الذاتية للمدربين المرشحين، ولم يتم الانتهاء بعد من الاختيار. هو اللي بيحصل، ودي فرصة ان انا اقول الكلام ده. طيب انا زي ناس كتير او اخر لهم علاقة بكرة القدم وهذا الملف، بيجي لنا ترشيحات. انا لوحدي ازعم ان جالي حوالي من 40 ل 50 ترشيح. ياه. من الوكلة. ما هو الوكيل له وكلة. وفي ناس قاعدة على جوجل وتطلع لك وتطبع وتبعت لك. مش معقول كل دول وكلة. ايوه. ده في حوالي 15 20 واحد بيبعتوا. وكل واحد زعلان، اتفرجت على فلان، اتفرجت. هم فاهمين ان اللي بيتبعت ده بروح انا قاعد بتفرج وجايب وعامل. لا انا مش دوري، انا مش في لجنه الانتقاء او التقييم. انا دوري اذا جات لي ترشيحات ببعتها. ما حدش يا جماعه يتوقع ان انا ارد عليه، هرد عليه بالتكليف اللي يجي لي بقى اذا جالي تكليف بالتعاقد. وممكن التكليف بيبقى الكابتن على طول اذا استقر بيبعت يجيبه ويتعاقد على طول. فمن فضلكم يعني واحده واحده كده، لان الموضوع بقى صعب جدا جدا جدا. عمالين ورق يتحدف وناس مقموصه وناس زعلانه، وبعضهم فاهم ان احنا لينا توجهات مع حد. لا مش انت لوحدك اللي تبعت، وفي لجنه من ناس يعني محترمه جدا خبيره كبيره وليها تاريخها هي اللي بتدور. فمعلش يعني احنا اوشكنا اتفلترت الامور، ممكن تبقى في حدود 5 سير ولا حاجه، الا اذا ظهر مفاجاه كبيره في اللحظات الاخيره. لكن حتى الاهتمام الاعلامي الحقيقه، وانا بقدر طبعا الزملاء الاعلاميين سواء في البرامج او في المواقع او في الجرايد، كله عايز يسبق وكله عايز يخمن مين. ودي اشكاليه عموما حتى في اشكاليه اعلاميه تاريخيه، أن تكون الأسبق ولا الأصدق. ناس كتيرة تحاول أنها تكون الأسبق بالسين، تحاول تسبق. ده الإلحاح. فيحط لك 10 ترشيحات يجي منهم واحد يقول لك أنا قلت. متأخرة عنده نسبة الصدقية شوية، مش ما بيركزش ما بيدققش. في ناس يهمها أنها تكون الأصدق. ما بين الأسبق والأصدق ممكن تسمعوا برامج سين مدرب للأهلي. تقلب المحطة صاد مدرب للأهلي. حد تاني عين مدرب للاهلي، تفتح الجرنان فلان الفلاني على ابواب الاهلي، تشوف جرنان تاني تلاقي في واحد تاني خالص اقترب من التعاقد مع الاهلي. وبعد كده لو احتفظتوا بكل اللي بيتقال، اول ما هيعلن المدرب ويتم التعاقد معاه ممكن ما تلاقيهوش ورد خالص في كتير من الاسماء اللي اتطرحت، لدرجه ان في ناس بتكذب. هنشوف بعض الاجتهادات اللي لكل الزملاء فيها الحق، وطبعا مفهوم سعيهم وراء الاجتهاد، لكن في النهاية صبرا آل ياسر. مين المدير الفني الذي سيخلف مارتن لاسارتي المدير الفني الذي أقاله النادي الأهلي؟ البعض بيرشح مانويل جوزيه عودته مرة أخرى للنادي الأهلي. مانويل جوزيه، جوزفالدو فيريرا عملوا اتصالات فورية وسريعة مع البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني السابق للفريق. زوران مدرب كرواتي. كريستيان جروس. نبيل معلول. كابتن نبيل معلول مدرب التونسي لتدريب النادي الأهلي. حتى النهاردة طلع كلام إن فيريرا مدرب الزمالك اللي كان ماسك نادي الزمالك وخد الدوري والكاس مع نادي الزمالك قبل كده مرشح لتدريب النادي الأهلي. ناس قالت كريستيان جروس. أنا أشك بصراحة في الكلام ده. مجرد الكلام ده بيبقى إيه؟ نقدر نقول ايه، تصريحات استفزازيه او اخبار استفزازيه الاهلي يستفز بيها الزمالك او تسريب خبر او الكلام ده. هنلاقي اسماء كتيره جدا، وخلي بالكم النادي الاهلي من نوعيه الانديه اللي ما تقدرش تعرف مين النادي الاهلي بيفكر في مين. خلاص هو بالظبط هاخد اخر جمله قالها كريم، يعني
مش النادي مش طالما ان ما طلعش حاجه من جوه النادي واعلام النادي فالباقي كله اجتهادات ومن حق الناس انها تجتهد. لكن كمان تحويل الامر يا استاذ ابراهيم في فتره التعاقدات الى نوع من السباق والمسابقات صحيح. وتسليه الجماهير دي بقت بطولات مستقله صحيح وكل واحد مستني. يعني انا عايز اعرف انا عايز مدرب والزمالك عايز مدرب ايه فيها دي تبادل الاقلام وتبادل الصفعات وتبادل مش عارف وانا جبت وانت ما جبتش ولا انت جبت واحد وانا جبت واحد مش عارفك يعني اللي انا جبته هينجح واللي انت جبته هينجح السير الذاتيه ما بقتش هي كل حاجه يا استاذ ابراهيم صحيح يعني السير الذاتيه هو انت مش جايب ده انت لو في عريس مش مدرب وقلت ده بيصلي بيصوم وعنده مرتب كويس وساكن في فيلا كويس وبعدين يجي زيجه تفشل عشان اختلاف الطباع طبعا في حاجه بيرسونال في حاجه شخصيه صحيح صحيح في البني ادمين هي اللي بتنجح وبتفشل في الاخر البيئه اللي بيتحط فيها في واحد يبقى مناسب للبيئه دي واحد مش مناسب خالص مهما كان تفوقه وعبقريته. يعني ما تفهمنيش ان مورينو او جراديولا لو جه مصر هيلعبنا تيكا تاكا يعني ما وهو نفسه مش هيبقى مستمتع بالعمل. العمليه ولذلك مانو جوسيه وجد كميته معانا ومع النادي الاهلي تحديدا ومع الجيل اللي هو اتوفر له لانه بالصدفه كان جيل فيه من السمات الشخصيه اللي تخلي واحد مانو جوسيه ينجح معاهم. هي عوامل كتيره قوي مع بعضها يعني. فالسي في ما هوش كل حاجه لا بالنسبه للعيب ولا بالنسبه للمدرب.